العالم مليء بالأسرار والألغاز الغامضة التي لم يتم حلها حتى يومنا هذا، وما زالت تحير العقول وتحير وتحمل الكثير من الأسرار الكثيرة التي لا حصر لها ولا زالت مجهولة. إن هناك أسرارا غامضة لا يمكن البوح بها، لأنها ببساطة قد تكلف حياة الناس وحياة الكثيرين. ونظرا لخطورتها وخطورة تلك الأسرار ولأهميتها، يعتقد الكثيرون أن من يعرف تلك الأسرار سوف يدخل إلى قبره دون أن يخبر أحدا بها، أي أنها سوف تظل بكل تأكيد غامضة وغير واضحة إلى أجل غير مسمى. يذكر التاريخ أنه في 30 أبريل نيسان 1945، في نهاية الحرب العالمية الثانية، قتل أدولف هتلر نفسه في مخبأ تحت الأرض. وهل تعتقد أن هذا صحيح؟ أم أن هناك خدعة ما؟ تظهر الأدلة المستمدة من وثائق مكتب التحقيقات الاتحاد الجديدة، والتي رفعت عنها السرية، أن الحكومة كانت لديها معلومات أن هتلر كان على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الثانية، وأنه كان يعيش في جبال الإنديز، حيث أظهرت وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أحد أسرار العالم الكبرى بوضوح، وهي أن انتحار هتلر كان مزيفا تماما. وهذا ممكن جدا، لأنه كان الرجل الأكثر كرها في العالم في ذلك الوقت، لذلك كان عليه أن يجد وسيلة للهروب من ألمانيا التي خسرت الحرب العالمية الثانية. الصدمة في ذلك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عرف كل هذا، ولكن أبقى الأمر سرا، ولذلك تم اعتبار انتحار هتلر سرا من أسرار العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.